علاقات وطيدة بين مصر والصومال على مر التاريخ، فمصر دعمت الصومال في أن تصبح جزءاً أصيلاً من الوطن العربي، كما ساندته على الساحة الإفريقية ليكون ضمن أولى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، وأيضاً من الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعضو في حركة عدم الانحياز. بقدم الفراعنة تضرب العلاقات المصرية الصومالية بجذورها في عمق التاريخ، عندما ارتبطت الدولة الفرعونية بعلاقات تجارية مع أرض الصومال بلاد بونت. التاريخ الحديث شاهد على استمرار العلاقات الوطيدة بين البلدين، حيث وقفت مصر إلى جانب الصومال في نضاله ضد الاستعمار البريطاني والإيطالي، كما كانت أول من اعترف باستقلاله عام 1960. واستمرت مصر في دعم الصومال ليعزز موقعه الطبيعي كجزء أصيل من الوطن العربي، كما ساندته على الساحة الإفريقية ليكون ضمن أولى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، وأيضاً من الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعضو في حركة عدم الانحياز. وتستمر مصر في دعم أشقائها الصوماليين، فالقاهرة عضو فاعل في مجموعة الاقتصاد الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية، لتكثف من تحركاتها الدولية لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية نظراً للأهمية القصوى للصومال في تعزيز الأمن القومي لمصر. على المستوى الثقافي والتعليمي، تقوم مصر بدور هام على أرض الصومال من خلال إفاد مدرس التربية والتعليم والأزهر الشريف وخبراء الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا من أجل تنفيذ المشروعات التنموية. وفي أكتوبر 2014 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب الصومال بالجامعات المصرية لتصبح 2000 منحة جامعية سنوياً. خلال السنوات الأخيرة ارتقت العلاقات المصرية الصومالية إلى آفاق أرحب، حيث تعد عددت اللقاءات والزيارات لكبار رجال الدولتين، والتقى الرئيس السيسي بالرئيس الحالي حسن شيخ محمود عدة مرات، وذلك خلال فترة ولايته السابقة. كذلك التقى الرئيس السيسي بالرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، حيث عملت تلك اللقاءات على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين. هي مصر على دربها بتوطيد علاقاتها بجميع الأشقاء عرباً وأفارقة، واحترام سيادة الدول، والعمل على حفظ مؤسساته الوطنية وصون وحدة أراضيها، والسعي المشترك لتحقيق التنمية لجميع الشعوب الشقيقة.